Evet, tamam. شوفي هنا تمانين قولوا لي انا كل شيء كنت في المكتب ديالي وسمعت واحد الصوت شحال زلزال صراحه منين طليت جبرت هذا الحائط هذا اللي كما كتشوفوا نزل على مجموعه ديال السيارات كانوا محطوطين هنايا وجبرنا وليدات في واحد الوليد في حاله يرثى لها راه خداتو الوقايه المدنيه نسال الله تعالى لا كان مات الله يرحمه ولا كان سميتو الله يشافيه ويعافيه. المشكل هذا الحيط هذا شحال مرة تشكينا منه ولكن دابا منين المشكل اللي وقع هو ان من داروا هذا كما كتشوفوا انتما كتشوفوا ذاك الاطنان ديال العلف ولا شنو هذاك فوت ما تحطش على الحيط تحطات على الحيط تماك وقع هذا المشكل هذا فهمتي مريح ما عرفتو زلزال ما عرفتو انفجار ما عرفتو شنو الدراري ديال المدرسه جوج مشاو في سبيل الله يعني ما حاش يعيشوا الحيط طاح عليهم سيد طاحت عليه في الطوموبيله ديالو الطوموبيله ديال الشركه يعني الناس كلشي تصدم هذا هو المشكل يعني حيط بقى يعمروا عليه انت تشوف الحاله ديالو تيشارجيو فيه شارجيو الحيط ما بقاش مع الماء الشتا اللي صبات عليه تنفخ وهذا كله بوطون يعني بحال طاحت عليك صخره يعني كيفاش غتحبس هذا الحيط هذا ما عندكش كيفاش غتحبسو ولا شي لعيبه هذا هو المشكل ما تقدرش المهم حنا انا بعدا اصلا عتقت جوج دراري اصلا هذه في الديبار والشي الاخر يعني واحد مشى في حاله موت ممكن يموت في الطريق وواحد دينا هزينا شويه باقي مسكين لا اله الا الله محمد رسول الله هذا هو المشكل عرفتي الدراري صغار ملي تياخذ لك الضغط في الراس راه صعيب شويه